صار لهم زمان جوا ونص عيني على هالحالي مات بدنا نبوز الولد ونخلص ما عاد نتجوز انا وسلمان بس ثلاث عوام لا تخاف فرحان لا تخاف كلهم هيك سألني الي تعرف احمد احكي لي اذا بتعرف يا سيدي مره اجت وحده سمينة لعنا سمينة كثير عم امي فكرتها حبله قام ضلت وراها لحتى ولدتها شو هاد؟ شو هاد؟ شوفي لك شو هاد؟ أنا بحياتي ما شفت هيك يا فرحان لعما كأنه عوض عم يولد مو عوض عم تولد هيك نسوان بيولدوا؟ يا بيلي لك بس عمر حاجة سمار شو مطولي؟ مو مبين عليها لسه مو مبين فرحان سمار الولد لأمي خليها تاخذ على المستشفى أحسن شو مستشفى فرحان؟ أمي بتعرف شغلها منيح سمار لك الطب تقدم لا تزعلي مني أمي كبرت كثير حرام خلينا ناخد على المستشفى بركي صار شهيد امي تعطل جوازتنا لك يا سمر تعي بسرعة خالتي عم تسير شو ان شاء الله حصلت سلامة منين يا حصرت عيونها رح تطلع بالطول وبالعرض اوام يا سمر لك عزمي فرحان الله يخليكم خلي المي بس سخنة فترة يعني باردة لا سخنة فرحان حمام شو؟ ناوي لي شحاطة سعر رجلي يلا مرحبا يا عمو أهلين خيرات خانم موجودة؟ خيرات خانم موجودة بس ما أنا فاضية خير شو في عندها؟ عم تولد عم تولد؟ عوض عم يولد؟ سمار تعي خذ المي أحمد عفوا أنت؟ هذا أنت؟ إيه؟ سمار تعي خذ المي أسرعي أنت فهمني شو اللي جابك هلا؟ أنت ما دخلك أنا وأعوذ بالله من قولك أنا جاي يزور خيرات خانو خيرات خانو مشغول كتير معلش يا ابني بقعد بستناها لا ما بتستناها هو بستناها ببيتكم لا 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 انا ما بسمح لك تحكي معي على الحكي هذا انت بتعرف كلامك هذا وين بده يوصلك يا ابني تعرف اللي تزق نجيل اخر وقت شوف لو مالك اجده كنت ورجيتك حالك ها شبنا لو كنت ما بتعرف هذا بدو امك شو امي